تنوعت إطلالات النجمات احتفالاً بعيد الحب، ولكن إطلالة ميسون أبو أسعد وصفت بالأجرى على الإطلاق ولقت انتقادات كبيرة من المتابعين. هي مو المرة الأولى يلي بتواجه فيها ميسون هيك نوع من الانتقادات، فقبل سنتين تعرضت لهجوم مشابه بسبب جامب سوت. لهيك توقعنا إنه إطلالتها على الريد كاربت بأحد الفعاليات يلي كنا موجودين فيها إنه تصير الجدل من جديد، فسألناها بوقتها كيف بتتلقى هالانتقادات. هلا هو دائما رح يعلقوا، بس يعني تمام، يعني شو في ترندي هو مو بايدي بيكون يعني، ف والريد كاربت اكيد بتستحمل يعني. نحن مثلا ما رح نطلع هيك كل يوم بالحياه يعني، انا معظم الناس بتشوفني بتياب رياضه كل يوم يعني، انا امبارح صرت بتياب رياضه على فكره، وبوضح هالشيء على السوشيال ميديا، لذلك ما كثير عندي مشكله، لانه كل شيء له شيء يعني، كل ايفنت بده مستوى لبس معين يعني، فهي هي. إطلالة ميسون بعيد الحب ذكرت المتابعين بإحدى إطلالات مايا دياب يلي اعتذرت عنها وأكدت إنه الإطلالة كان فيها نوع من الوقاحة. حكون صريحة، أنا عادة ما بكون هالقد يعني، أنا جريئة بس ما بكون هالقد يعني. في وقاحة هون في وقاحة هون كنت وقحة يعني بهيدا الفستان. فهل ردة فعل الجمهور رح تدفع ميسون لتعتذر مثل ما عملت مايا؟